هنعرف أكثر عن تطوير المناطق غير المخططة من دكتور محمود غايف، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، تشرفنا. أهلا بيك، شرف لينا يا دكتور. وعايزين نعرف من حضرتك يعني أكثر عن الخطط الموضوعة لتطوير المناطق غير المخططة، خصوصا بربطها بالمدن الكبرى. تمام. أنا الحقيقة سعيد جدا بالانتباه إلى أن هذه المناطق الغير مخططة هناك قصور في وجودها في حد ذاته، وأيضا قصور ينشأ من عدم الارتباط بالمناطق المحيطة بها، وذلك يسبب تأثير متبادل سلبي بين المناطق القائمة والمناطق المحيطة. حضرتك المناطق الغير مخططة هي مناطق نشأت بدون استخدام أدوات التخطيط، تبلغ حوالي 37% من المناطق العمرانية القائمة. ثم أن هذه المناطق ينشأ 5 أنواع من الأخطاء في عملها بصورة غير مخططة. الأول يتعلق بأنواع الاستعمالات التي تنشأ، الثاني المساحة والنسبة والعلاقة بين هذه الاستخدامات، والنقطة الأخيرة العلاقة الخصائص المكانية لهذه الاستعمالات. زي ما أشرت حضرتك هنجد شيء بارز تماما، أن هناك استعمالات غائبة مثل المناطق الخضراء أو مناطق الخدمات أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، وهذا يرجع إلى الخصوص من عند نشأت هذه التجمعات أنها نشأت مجرد مأوى، مكان للسكن، وأيضا وليس بمواصفات الصحيحة التصميمية. فنحن أمام عملية تطوير وتعديل وعملية دقيقة، ومن أصعب الأعمال تنور مجتمع قائم غير مخطط. التجمعات التي تنشأ على أراضي فضاء نطبق عليها الأسس والمبادئ، والفرصة لتنميتها وتحقيق الأهداف عالية جدا. أما التعامل مع هذه المناطق يحتاج خبرات عالية، يحتاج إمكانيات عالية، لدرجة أننا أحيانا نلجأ إلى الانتقال إلى مواقع أخرى بديلة لعدم جدوى معالجة وإصلاح هذا الموقف. ولكن يعني دكتور محمود، إحنا شايفين المجهود الكبير اللي بتبذله الدولة في هذا الملف، تطوير كبير. شفنا يعني هذه المناطق غير الآمنة في البداية قبل المناطق غير المخططة، كان في شغل كبير عليها جدا، وده لاحظناه وتلمسناه في على أرض الواقع. يعني بقت مدن جديدة فيها نظام، فيها خدمات، فيها صحة، فيها كل القطاعات المناسبة لخدمة المواطن المصري. فيما يخص المناطق غير المخططة، يعني لو اتكلمنا عن أهم المحاور التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة حتى نصل إلى النتائج المرجوة، وأيضا عدم ضمان ظهور هذه المناطق من جديد، هي يمكن دي ده عنصر مهم جدا بتشتغل عليه الحكومة. ضمان عدم نشوء أي مخالفة أخرى أو خروج عن المخطط يأتي بإعداد مخطط تفصيلي لهذه المناطق. المخطط التفصيلي اتبع في كل قواعد المخطط التفصيلي قدر الإمكان، ويتم حصر المساحات والأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها وتوظيفها في استخدامات أفضل أو استخدامات المثلى للأرض، مثل مناطق خضراء، خدمات، أنشطة. وهذه المحاور، أولا المحور الأول يرتكز على حصر الأراضي الفضاء القابلة والمهيئة للبناء واستخدامها في إيجاد مراكز تجارية، مراكز خدمية، مراكز لأنشطة اقتصادية، وأيضا العناصر التي تحسن جودة الحياة كما ذكرت حضرتك، زيادة معدل نصيب الفرد من المناطق الخضراء. وقد تحقق من المناطق الخضراء، والحديث عن المناطق الخضراء دكتور محمود، عايزه اسال حضرتك عن ازاي ده هيحصل، واتجاه الدوله المصريه لمكافحه او مواجهه التصحر وزياده المساحات الخضراء ومواجهه برضو تلوث الهواء. نعم، احنا الان دلوقتي في كل الاعمال التخطيطيه نركز على ان يكون عده مستويات لهذه المناطق الخضراء كما نرصد في التجمعات الجديده. هناك منطقة رئيسية تخدم على مستوى المدينة، ومناطق على مستوى الأحياء، ومستوى المجموعة السكنية، وكل مستوى تخطيطي نوفر له المناطق المفتوحة والخضراء اللازمة بالمعدلات الصحيحة والتوزيع الملائم، وذلك وفقا لمعايير تشمل كل هذه النوعيات وهذه الخطايا.
احنا عندنا معرض الخضراء متضح لنا اكبر مشروع الناس بتشهده هو الممشى القومي اللي هو ب 1200 كيلو متر من المناطق المفتوحه الخضراء التي تشمل مصر كلها. اذا كان عندنا غايب هذا المستوى اللي هو التخطيط على مستوى مصر كلها، اصبح عندنا هذه المناطق الخضراء تخطط على مستوى الدوله، على مستوى الاقليم، على مستوى المدينه، على مستوى الحي، على مستوى المجموعه السكنيه، لانه يتحتم ايجاد هذه المواقع في كل موقع تفصيلا للضروره. هذه التفاصيل نستطيع ان نراها على الشاشه الان، تعرض في مختلف المناطق، والمجهود الكبير الذي تبذله الدوله للوصول الى هذا المشهد الحضاري دكتور محمود. وايضا الشراكات مع القطاع الخاص مهمه جدا، وايضا مع المجتمع المدني لتعزيز يعني التنميه بشكل عام والوصول الى الرؤيه المصريه 2030. بشكرك جزيلا، شكرا دكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني على كل هذه التفاصيل.